بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الزميلات والزملاء الأفاضل، تحية طيبة. وبعد، نتحدث إليكم اليوم في هذا الفيديو حول مجتمعات التعلم المهنية والتي ظهرت لكم بحلتها الجديدة. سنبدأ بعنوانها. يحمل هذا الفصل عنوان تطبيقات عملية في مهارات القرن أو على مهارات القرن 21. ستكون هذه الثيم العام لهذا التدريب في الفصل الدراسي الثاني إن شاء الله تعالى. تم إرسال المخطط أو الجدول الزمني للبرنامج لكم، سأتحدث عنه بشكل سريع. هذا البرنامج يتكون من 5 أسابيع. هذه الأسابيع ممتدة من تاريخ 28 يناير وتنتهي في 1 مارس 2018. تتنوع أساليب التدريب فيها من تدريب مباشر إلى تدريب إلكتروني، وهناك استحداث لمهمات جديدة أطلق عليها اسم مهمات التعلم أثناء العمل. للتوضيح، بدأنا في الأسبوع الأول كما تعلمون بمهمات التعلم الذاتي أو التعليم الإلكتروني، وهي قراءة لكتاب تم اختياره يخدم مهارات القرن 21. اسم هذا الكتاب صناعة المبتكرين. سيكون إن شاء الله موعد التقدم للاختبار فيه يوم السبت القادم. بالنسبة للتدريب المباشر، سيكون اعتبارا من الأسبوع القادم الأسبوع الأول في التدريب المباشر، تحمل الورشة عنوان استراتيجيات الإبداع، تطبيقات عملية على استراتيجيات الإبداع، وهي واحدة من مهارات القرن 21. ستظهر لكم هذه الورشة بطريقة جديدة، بحلة جديدة، تحتوي على مجموعة من الأنشطة الهامة. إن شاء الله نتمنى منكم تنفيذها كمدربين بالصورة التي حددت وبلمساتكم الإبداعية. الجزئية الثانية التي سأتحدث عنها اليوم موضوع متابعة التدريب في مجتمعات التعلم المهني. سيتم إن شاء الله متابعة تدريبكم لزملائكم المعلمين بواسطة طريقتين. الطريقة الأولى هي زيارات من إدارة التدريب والتنمية المهنية لمجتمعات التعلم، سيتم إن شاء الله التنسيق معكم خلالها. أيضا سيكون هناك إشراف مباشر وتنسيق من قبل قيادة المدرسة. مدير المدرسة سيقوم بحضور بعض الورشات التدريبية معكم وتقديم التغذية الراجعة اللازمة لكم كمدربين وكمتدربين. الجديد في مجتمعات التعلم هذا الفصل أننا نهتم كثيرا بالتوثيق. كل معلم يجب عليه أن يعد سجلا خاص فيه، أطلقنا عليه اسم سجل التعلم. هذا السجل يحوي على التوثيقات التي قام بعملها، جميع المهمات، جميع أوراق العمل، ممكن بعض الصور، تطبيق عملي لمهمة يمكن للمعلم تصويرها، أخذ مجموعة من الصور، حفظ بعض الوثائق، اختبار بسيط تم تقديمه، نتيجة الاختبار الذي ستقدمونه في الأسبوع القادم صناعة المبتكرين، نأخذ الإيميل نضعه في هذا السجل. نريد من كل معلم أن يحتفظ بسجل التعلم الخاص فيه، يحوي على كل ما قام بتعلمه أثناء التدريب. ما يهمنا في مجتمعات التعلم هذا الفصل هو الورشة التدريبية التي نأخذها، سواء كانت تدريبا مباشرا أو تدريب أو تعلم إلكتروني أو مهمات تنفذ. لا يجب علينا فقط بعد انتهاء التدريب أن نبقيها كما هي، يجب علينا أن نأخذها معنا إلى الغرفة الصفية ونطبقها مع طلابنا. المهم في تطبيق مهارات القرن 21 وتنفيذ هذه المهمات هي تطبيقها على أرض الواقع مع الطلاب. سنجد أن هذا البرنامج ركز تقريبا 70% على مهمات عملية تطبيقية و 30% معلومات نظرية نستذكرها معا داخل الورشة التدريبية. إذن كملخص سريع لخطة التنفيذ لهذا البرنامج، ستبدأ مهارات القرن 21 في الفصل الدراسي الثاني من أسبوعه الثاني. سيكون قراءة تأملية في كتاب تم اختياره لكم، وأسئلة مصاحبة له ستنفذ بعد الانتهاء من قراءته. أيضا سيكون هناك تدريب مباشر تم توزيع الجدول الزمني لكم.
النقطة الهامة في هذا في الورشة الأولى ستجد أن هناك واحدة من الشرائح تحوي على رابط يدخل عليه المعلمون للتقييم القبلي، التقييم القبلي للبرنامج كاملا. سنأخذ هذه النتائج فقط لأغراض الدراسة، ما قبل البرنامج وما بعد البرنامج لقياس الأثر، هل هناك تحسن وتطور في مهارات القرن 21؟ أيضا سيكون هناك مهمات تطبيقية في مكان العمل عبارة عن زيارات تبادلية بين المدارس، أيضا زيارات تبادلية بين المعلمين داخل المدرسة. سيتم إن شاء الله إرسال لكم أولا بأول هذه الخطط. أي نموذج تحتاجونه للتطبيق سيكون متوفر على البريد الإلكتروني الرسمي الخاص بكم. أيضا هناك جزئية التدريب المباشر، التدريب الإلكتروني عفوا، سيكون التدريب الإلكتروني على شكل كتب نقرأها أو ورشات فيديوهات نقوم بمتابعتها وحضورها، وستكون المتابعة من قبل إدارة التدريب وإدارة المدرسة لمجريات التدريب داخل مجتمعات التعلم المهنية. في نهاية البرنامج سيتم هناك عمل قياس أو عمليات معينة لقياس الأثر من البرنامج، وإن شاء الله سنتشارك معكم هذه النتائج. بالنسبة لمهمات التقييم أو المهمات التقييمية التي سوف تنفذ على مدار الفصل الدراسي الثاني، ستتنوع بعدة محاور أو بعدة مجالات، منها كما ذكرنا موضوع الزيارات التي ستقوم بها إدارة التدريب وإدارة المدارس، أيضا الاختبار القبلي والاختبار البعدي. هذه مهمات تقييمية تعتبر في البرنامج، يفترض في كل واحد منا كمعلمين الاحتفاظ بنتائجها في سجل التعلم الخاص به. أيضا هناك مهمات تطبيقية في مكان العمل سينتج عنها مثلا تطبيق استراتيجية تم التدرب عليها في الورشة التدريبية مع الطلاب، مع أخذ مجموعة من الصور، الاحتفاظ بنتائج الطلبة التي حصلتم عليها من خلال المهمات أيضا في السجل، زيارات تبادلية وتقديم تغذية راجعة، جلسات تأملية ستكون نكتب تأملات في الورشات التدريبية التي قمنا بها أو الزيارات التي خضعنا لها، الاحتفاظ بسجل التغذية الراجعة الذي قدمه لك المعلم أو المدير أو الشخص الذي قدم لزيارتك من إدارة التدريب، كلها ستكون داخل سجل التعلم المصاحب للتدريب. أخيرا وليس آخرا، لم يبقى في هذا الفيديو سوى إخباركم بأن هذا البرنامج بني على 4 محاور أو دعائم أساسية. أول واحد منها هو المعايير المهنية للمعلمين، وهذا سيهمكم بشكل كبير. نتائج الاختبارات الدولية والوطنية، نصب أعيننا وضعناها في أثناء تنفيذنا وتصميمنا لهذا البرنامج. إطار معايير التقييم والرقابة للمدارس ستأخذ بعين الاعتبار في الورشات اللاحقة. كلنا نعمل من أجل المدرسة الإماراتية. شكرا جزيلا لكم، أمنياتي لكم بالتوفيق.